أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن وتطورات المشهد العسكري وانعكاساته على كل من الوضع الإنساني والسياسي. دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد العسكري واستئناف المفاوضات، وأكد المجلس في ختام جلسة مغلقة بشأن اليمن ضرورة تنفيذ قراراته وفي مقدمتها القرار 22/16. إلى ذلك حذر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من مستويات العنف والتداعيات المدمرة على السكان المدنيين، مؤكدا الحاجة إلى تسوية تفاوضية. وأضاف ولد الشيخ أن الأحداث الأخيرة ربما في صنعاء تشكل تغييرا كبيرا في التحالفات السياسية في اليمن، داعي الأطراف كافة إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأي أعمال استفزازية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يتجه المشهد السياسي والإنساني في ظل التصعيد العسكري في اليمن؟ وهل تتمكن المنظمات الدولية من تلافي الكارثة الإنسانية في صنعاء بعد الأحداث الأخيرة؟ كما كان متوقعا، فقد انشغلت جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي بالوضع الإنساني المتفاقم جراء الحرب في اليمن. المجلس الذي تداعى في أعقاب التطورات العسكرية الخطيرة التي شهدتها صنعاء وانتهت بمقتل صالح، كرس في موقفه المشترك الرؤية من الزوايا ذاتها لمجريات الأحداث في البلاد. فالمعلومات تشير إلى أن أعضاء مجلس الأمن وقفوا على تطورات صنعاء، لكن الموقف الرسمي الذي تلاه الرئيس الدوري للمجلس مندوب اليابان كوروبيسو اكتفى بدعوة جميع الأطراف إلى منع التصعيد والانخراط مجددا من دون شروط مسبقة في العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. المجلس طالب الأطراف بالامتثال التام للقانون الإنساني الدولي والسماح بالوصول الإنساني الآمن والفوري والمستدام من خلال جميع موانئ ومطارات البلاد، لا سيما مطار صنعاء ومينائي الحديدة والصليف. السفير بيسو أشار إلى أن أعضاء المجلس اتفقوا في جلستهم هذه على إدانة إطلاق الصواريخ على السعودية، وأكدوا ضرورة الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى اليمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216. تكرار للمواقف والتصريحات والمؤشرات ذاتها من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على نحو يبقي الديناميكية المفترضة من جانب المجلس خيارا مستبعدا في تعاطيه مع الأزمة الطاحنة التي تعيشها اليمن. أفرزت أحداث صنعاء واقعا جديدا بدا معه الطرف الإنقلابي حوثيا خالصا ومتشبثا أكثر من أي وقت مضى بمشروع الحرب إلى مشروع السلام، فيما تحول طرف أساسي في الصراع وهو المؤتمر الشعبي العام إلى مجرد تركة سياسية سائبة يتعرض ما بقي منها لأوسع عملية تصفية واجتثاث على يد الحوثيين. أمر يتساءل معه المراقبون عن مدى جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإقرار بأن التخاذل عن تطبيق مقررات مجلس الأمن هو الذي أوصل اليمن إلى هذه المرحلة الكارثية التي يعيشها على كل المستويات وعلى واقع حرب يبدو أنها تتكرس كخيار وحيد لدى جميع الأطراف. نبدأ النقاش مع الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك بجميع مشاهدي قناة بلقيس. كمنظمة حقوقية أستاذ توفيق، كيف تتابعون الوضع الإنساني في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؟ حقيقة الوضع الإنساني نحن نتابعه بقلق بالغ، ونحن في منظمة سام أصدرنا بيانا حقوقيا في أثناء المواجهات، دعينا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والسريع لدى أطراف القتال في العاصمة صنعاء لفتح ممرات آمنة وإنقاذ السكان المدنيين خاصة في مناطق الاشتباكات. منظمة سام حقيقة تراقب الوضع في الإنساني في اليمن بشكل كامل الذي تفاقم بصورة كبيرة خلال السنتين والثلاث سنوات الماضية، سواء بسبب الحرب أو بسبب التدهور الاقتصادي، إضافة إلى الحصار المفروض على بعض المدن أو على الموانئ والمطارات اليمنية. لكن نعتقد أن الحرب الأخيرة والاقتتال الأخير في العاصمة صنعاء زاد الوضع سوءا على سكان العاصمة، خاصة في ظل الأوضاع التي يعرفها العالم بأكمله، ضعف البنية التحتية أيضا الصحية، انعدام أيضا
السيولة المالية بسبب توقف الرواتب، انعدام فرص العمل لدى الناس، غلاء الأسعار، وبالتالي نعتقد أن اليوم اليمن بشكل عام مقبل على كارثة إنسانية. وهنالك بحسب التقارير مناطق يمنية بدأت دخلت مرحلة المجاعة الحقيقية، وأعتقد أن اليوم العاصمة صنعاء بعد هذه الحرب تعاني من أوضاع إنسانية وكارثية، انعدام الماء، أيضا انعدام الطعام لدى بعض الحالات. اليوم نحن نرصد خلال هذا اليوم انتهاكات أيضا تتعلق بهذا الجانب كبيرة، منها اقتحام البيوت، هنالك إعدامات ميدانية نتحقق منها، هنالك إخفاء شخصيات ولا يعلم لا يعلم عوائلهم أين هم بالضبط. وبالتالي نعتقد الوضع الإنساني في اليمن بحاجة إلى تدخل دولي عاجل لدى ميليشيات الحوثي اليوم التي أصبحت مسؤولة أمام المجتمع الدولي وأمام القانون الدولي عما يحدث في العاصمة صنعاء وفي بقية المناطق. طيب، هل لديكم أي إحصائيات عن عدد المتضررين إنسانيا وحقوقيا في الأحداث الأخيرة بصنعاء وفق متابعاتكم ورصدكم؟ طبعا توجد إحصائيات لكنها ليست دقيقة، لأن اليوم العاصمة صنعاء أصبحت تعيش سطوة أمنية مخيفة، هنالك رقابة شديدة على وسائل الاتصالات، لكن نحن لدينا مصادرنا، هنالك معتقلين بالجملة وصلوا إلى السجن المركزي، هنالك أيضا معتقلين تم نقلهم بشاحنات كبيرة إلى سجون متفرقة سواء في العاصمة صنعاء أو خارج العاصمة صنعاء ونقلوا، لا أحد يعلم بهم. هنالك عملية مداهمات مستمرة سواء بواسطة ما تسمى شرط نسائية أو رجال أمن، خاصة في المربعات الأمنية التي كانت تتبع الرئيس صالح سابقا، أو لدى القيادات المؤتمرية وأقاربهم. هنالك اقتحام أيضا للمستشفيات، لا نستطيع أن نقول أن هنالك أعداد دقيقة، لأن حقيقة لن يتبين الأمر بوضوح إلا بعد مضي يومين أو ثلاثة أو أربعة، ويبدأ الناس يمتصون الصدمة ويخرجون من حالة الخوف. أعتقد ستبدأ الأرقام يعني تتكشف بصورة أكبر وفظيعة، لكن ما نستطيع أن نقوله أن صنعاء اليوم تعيش داخل سجن كبير وترتكب فيه نعتقد انتهاكات كبيرة جدا. نحن الآن في منظمة سام نشرنا إعلانا أو فتحنا خط ساخن سواء عبر الواتساب أو التلفون أو الإيميل أو التويتر أو الفيسبوك للإبلاغ بصورة مستمرة عن الانتهاكات التي تحدث في العاصمة صنعاء أو المحويت أو ذمارة أو مناطق التماس ومناطق التصادم الحقيقي التي نعتبرها منطقة تصادم حقيقي بين الحوثيين وقيادات المؤتمر الشعبي العام. ابقى معي أستاذ توفيق، يشارك معنا من الرياض الأستاذ سلمان عسكر مدير المركز المعلومات في صحيفة الوطن السعودية. أهلا بك أستاذ سلمان. أهلا وسهلا، حياك الله. مؤخرا مجلس الأمن الدولي دعا مختلف الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد والدخول في مفاوضات، ما الذي يمكن استخلاصه من هذه الدعوة في هذا التوقيت؟ بالنسبة لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة، يعني إلى الآن لم يتضح شيء حول ما يحدث أو يدور في اليمن، مجرد اجتماعات ولقاءات، وفي الأخير تخرج كل تلك الاجتماعات وتلك تلك القرارات بالتمادي وغض الطرف عما يقوم به الحوثيون ويمارسون على الأرض في اليمن. طيب، بالنسبة للممارسات هذه الأخيرة، برأيك لماذا تم تجاهلها في جلسة مجلس الأمن الأخيرة ولم يتم الإشارة إليها أو التعليق عليها حتى أيضا من قبل المنظمات الدولية التي ربما لطالما تباكت على الوضع الإنساني في اليمن؟ ما يحدث الآن ربما هو ظاهر وواضح للجميع، لماذا يتم تجاهله؟ مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التي أنت تتكلم عنها الآن هي تجاهلت انقلاب على دولة، انقلاب على حكم، انقلاب على السلطة، هي تجاهلت انتهاكات بحقوق الإنسان، انتهاكات بحقوق اليمن، تجاهلت كل ما يحدث في اليمن. لم يطبق قرار واحد بشأن الأمم المتحدة، هناك لاعب خفي يجلس على دكة الاحتياط
لخدمة المشروع الحوثي وهي الأمم المتحدة. يعني من الواضح أن الأمم المتحدة تتمادى، وعندما تلاحظ أو تجد أن هناك انتفاضة شعبية أو تقدم للجيش الوطني لدحر الحوثيين نجدها تلقائيا تطالب بهدنة، بينما عندما تجد الحوثيين يقتحمون المؤسسات الحكومية ويحتلون المدن ويقتلون الإنسان لا تحرك ساكن ونطالب بهدنة. إذن الأمم المتحدة يا سيدي ومجلس الأمن كل هذه الجهات هي ضد ما ضد أي رأي للشعب اليمني باختصار، يعني هي تدعم الموقف الحوثي. استفسر أيضا بهذه النقطة من الأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، سر الصمت من وجهة نظرك لأي حد تتفق مع ما طرحه الأستاذ سلمان فيما يخص موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة؟ وحقيقة مجلس الأمن أصدر قرارين، خاصة القرار الذي وضع اليمن تحت الباب السابع وهنالك القرار 2216، لكن للأسف الشديد هذا القرار رمي به عرض الحائط وأصبحت اليمن هي الضحية. مجلس الأمن هو في النهاية غرفة تتجاذبها المصالح السياسية للدول الكبرى، وبالتالي نعتقد أن هنالك قصور كبير، قصور حقيقي وكبير من قبل الدول المعنية وأيضا مجلس الأمن تجاه القضية اليمنية. حتى على المستوى الإنساني للأسف الشديد لا توجد هنالك حلول جدية وحقيقية من أجل إنقاذ اليمن مما أو الإنسان اليمني، سواء من الأمراض التي داهمته مثل الكوليرا أو الوضع الصحي أو الوضع الإنساني إلى غير ذلك. وبالتالي نحن نعتقد أن اليوم أصبحت اليمن مسرح حقيقي لتجاذبات وصراعات إقليمية ودولية، هذا الذي يجعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن عاجز. طيب أستاذ توفيق، لماذا الصمت يكون نتيجة للتجاذبات عندما تكون الانتهاكات محسوبة على الميليشيا الحوثي، لكن عندما تسجل بعض الملاحظات والانتهاكات ربما على الطرف الآخر من الحوثيين لا يكون هناك تجاذبات بل يكون هناك موقف واضح من قبل هذه المنظمات؟ هو بالنهاية كما قلت لك هنالك تجاذبات ومصالح سياسية تديرها الدول الكبرى، هنالك لوبيهات، وبالتالي لديها هذه اللوبيهات لديها أحكام مسبقة نحو طرف من الأطراف، وبالتالي يغب الطرف عن هذا الطرف عندما يرتكب مجموعة من الانتهاكات، بينما أيضا في الطرف الآخر تراه مباشرة لديه مواقف مسبقة يقوم بإصدار قرار في هذا الجانب. العملية اليوم المعركة الدبلوماسية والغربية معركة كبيرة، أعتقد اليوم الطرف الآخر لديه لوبيهات، لديه ناشطين، لديه شبكة واسعة قدر استطاع أن يوصل رسالة مغلوطة أو صحيحة فيها كثير من المغالطات، وبالتالي نرى أثرها من خلال القرارات الصادرة أو المواقف المتخذة. هي معركة في حقيقة، وبالتالي نعتقد أن هذه المعركة اليوم فيها انحياز واضح لصالح الانقلابيين بصورة أو بأخرى، وبالتالي نرى مثل هذه التناقضات التي ذكرتها. أعود لضيفي من الرياض الأستاذ سلمان. أستاذ سلمان، إلى أي حد اليوم التحالف والشرعية والحكومة لديهم عجز في إيصال الصورة وتوضيح حجم البطش الذي تمارسه الميليشيا في أحداث صنعاء والتي ما زالت مستمرة هذه الممارسات حتى الآن؟ التحالف لا زال يقوم بدوره يعني بصراحة ويسعى لاستعادة الشرعية. أنا أتفق معك أن الشرعية ويعني في المرحلة الحالية بحاجة إلى تقديم شيء. لدينا الآن 3 سنوات الشرعية برئاسة الرئيس عبد الرب وهادي ونائبه علي محسن لم يقدموا شيء حتى الآن، يعني لابد من تقديم شيء على الأرض. الحوثيين يتقدمون وفي المقابل لابد من الشرعية أن تفرض قرارها أو كلمتها، لابد يعني أن تتقدم في المواقع التي يسيطر عليها الحوثيين أو على الأقل استعادة المواقع التي كانت للشرعية في السابق. الشرعية الآن تمر في مرحلة حرجة جدا وعليها أن تتحرك، عليها أن تعيد كرامة اليمن. باعتقادك لماذا الشرعية لا تقدم على هذه الخطوة وما المطلوب منها؟ ما هو الموقف والخطوات المطلوبة منها؟ المطلوب منها في خلال هذه المرحلة الاستماع إلى صوت الشعب اليمني في الداخل،
الشعب يقتل، الشعب ينادي بحكومة، الشعب ينادي بحمايته. وللأسف الشرعية يعني من المفترض أن تبادر حاليا، خاصة بعد أن نادى الرئيس الراحل علي عبد الله صالح إلى ثورة جماعية بالشعب أو ثورة شعبية بالأصح. كان من المفترض أن تتحرك الشرعية، كان من المفترض أن تتحرك حينها الشرعية. للأسف لقينا خطاب بعد يوم أو يومين معدلج، يعني لم يكن واضح ولا صريح، والشعب ينتظر شيء بصراحة من الشرعية. طيب أعود للأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، إذن الآن مطلوب تدخل عاجل لإيقاف ما يحصل من بطش وانتهاك داخل العاصمة صنعاء وفي كل المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وربما هذا الدور مطلوب من المنظمات الدولية. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المنظمات الدولية وإلى أي حد يمكن الرهان عليه؟ لا، حقيقة إيقاف الانتهاكات اليوم في صنعاء والوضع الإنساني في اليمن هذه تحتاج إلى قرار سيادي وقرار سياسي. دور المنظمات في حقيقة الآن هي تقوم بنقل الصورة وكشفه للعالم والضغط عبر قنوات معينة على الدول صاحبة القرار. أنا أعتقد اليوم هنالك مسؤولية أخلاقية ودستور بالدرجة الأولى على الدول المتحكمة في القرار الأممي، لأنها في النهاية نحن نعلم ان هنالك ادوات دوليه وشبكه دبلوماسيه. اليوم الحوثيين يخضعون لدوله من الدول وقادره هذه الدوله على ان تخضعهم، وبالتالي العالم في لحظه من اللحظات يستطيع ان يتدخل. هنالك شواهد كثيره في العراق، في البوسنه، في كثير من الدول. عندما يتخذ القرار المجتمع الدولي قرار بوقف الانتهاكات او بالتدخل في حاله معينه هو يستطيع، وبالتالي نعتقد اليوم هنالك بعد اخلاقي وبعد سياسي. على الحكومه الشرعيه ايضا ان تقوم بدور اكبر. اليوم الدبلوماسيه لدى الحكومه الشرعيه نعتقد انها ركيكه او رخوه في حقيقه الامر، لم تستطع ان تنقل الصوره على حقيقتها. اليوم الشارع اليمني يغلي كما ذكر الاخ الكريم، هنالك الشعب اليمني محتاج الى مواقف. انا اعتقد ان هنالك حاله من الرخاوه بحاجه من الحكومه الشرعيه الى انها هي التي تقوم بهذا الملف. ان تتصور اثناء الحرب بين الحرس الجمهوري وميليشيا الحوثي لم نرى دعوه واحده من الحكومه الشرعيه للمجلس الامني للانعقاد من اجل قضايا القضيه الجانب الانساني وانقاذ الناس وفتح ممرات امنه. وبالتالي لا ندري اليوم ما هي وظيفه الدبلوماسيات الحكومه الشرعيه، ما هي وظيفتها ان لم تكن وظيفتها من اجل الضحايا من اجل الجانب الانساني، فلا ندري ما هي وظيفتها الحقيقيه. سانقل هذه التساؤلات لضيفنا من القاهره وكيل وزاره حقوق الانسان. اشكرك جزيلا استاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرز والتوثيق في منظمه سام، وكما ذكرت ينضم الينا من القاهره أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك أخي العزيز وأنت والمشاهدين الكرام. أستاذ نبيل، لم نسمع ولم نشاهد أي تقارير رسمية صادرة عنكم عن ما يحدث في صنعاء، أين أنتم مما يحدث؟ صدر اليوم بيان يحوي كثير من يعني يحوي الموقف و بيانات أولية استطعنا أن نحصل عليها من صنعاء. نحن تواصلنا أيضا مع عدد من الجهات الدولية مثل الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا السياق. طبعا نعيش حالة. طيب ضعنا أمام الأرقام وأيضا النتائج التواصلات هذه لو تكرمت. إن شاء الله. طبعا تواصلاتنا للأسف الشديد، أولا طبعا المنظمات الدولية تسعى الآن فقط للخروج من صنعاء، وبالتالي هم يشعرون بالقلق ويبحثون عن مخرج، يعني عن طريق لخروجهم، هذا ما يبحثوا عنه الآن. لذلك نحن كان تواصلاتنا مع الصليب الأحمر بحكم أن طبيعة مهام عملهم أن يكونوا متواجدين في المناطق الساخنة أو مناطق القتال، بحيث يقوموا بعمل على إجلاء المدنيين وإيصال الاحتياجات الغذائية وإخراج الجرحى من المناطق التي فيها ضرب نار وما شابه. فبحكم طبيعة عملهم ولأن التحالف العربي قدم لهم العديد من التصريحات لإيصال رحلات إلى صنعاء لتسهيل أعمالهم في الفترة الماضية، فنحن على هذا الأساس
طالبناهم أن يقوموا بالدور الطبيعي منهم، هذا جانب. الجانب الآخر نحاول أن نتواصل مع الجهات الدولية لرصد وتوثيق كافة الجرائم التي تحدث في صنعاء. هناك أكثر من 1000 من قيادات المؤتمر الشعبي العام والقيادات العسكرية وقيادات موالية لصالح في الفترات الماضية، كل هؤلاء الآن هناك معلومات عن حالة إعدامات وتصفيات بالجملة تتم في صنعاء. هناك تحولت صنعاء الآن إلى مدينة أشباح، مدينة رعب، نتيجة محاصرة بيوت المسؤولين وكذلك العمل على التهديد بالتفجير والقتل في كل مكان. الآن وصلت الأمور إلى حد أخذ المصابين والجرحى من داخل المستشفيات، وكان أخطرها اقتحام مستشفى الكويت العام وأخذ الجرحى من هذا المستشفى الكبير. الجزئية الأخرى أنهم وصلوا إلى حالة اعتقالات في بيوت موجهة إلى نساء، ومن ضمنها بعض الناشطات وبعض القياديات في المؤتمر الشعبي العام. وكل هذه الأمور تعتبر يعني لم يكن أحد يتوقع أن تصل بهذه الميليشيات الاستخفاف والتعالي والعنجهية إلى هذا الحد، إلى حد الوصول إلى النساء والتعامل معهم كما حدث في مظاهرات اليوم في 70 وأمام المستشفى العسكري. طيب استاذ نبيل استاذنك ساعود لك استاذ نبيل، اعود مره اخرى لضيفي من الرياض الاستاذ سلمان. استاذ سلمان، اذا الامم المتحده ومنظماتها المختلفه العامله في العاصمه صنعاء والمناطق الخاضعه لسيطره ميليشيا الحوثي هي الان اكثر حرصا فقط على مغادره موظفيها والعاملين معها من هذه المناطق، الى ماذا يشير هذا التطور؟ لا يشير الى شيء الا الى نقطه واحده، وهي أن تم إنهاء المهمة التي حضروا من أجلها، وهي التمهيد لدخول الحوثيين، ومن ذلك توجيه التهم للتحالف. نجد هذه المنظمات أهمها الوحيد هو أن طيران التحالف قد قصف، لم نجد لها أي رقم أو إحصائية حول الانتهاكات التي مارسها الحوثيين في صنعاء. ضيفك من القاهرة أعطى أرقام، واليوم العصر هناك اعتداءات على النساء. المنظمات الدولية والأمم المتحدة أنهت المهمة التي حضرت من أجلها، مهدت الدخول إلى صنعاء ومنحت غطاء أممي للحوثيين لانتهاك كافة الانتهاكات في اليمن دون أن تحرك ساكن. طيب الآن الاشتباكات التي كانت بين طرفي معركة صنعاء يفترض أنها انتهت، الآن كل المخاوف هي من هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، ما هي مخاوف الأمم المتحدة حتى تقوم بإجلاء وترحيل موظفيها؟ الأمم المتحدة تعرف أن هذه الفئة الضالة أو المعتدية أو الانقلابية الحوثية تمارس أعمال تصفية، لا تفرق بين عدو أو صديق أو صغير أو كبير. هي أعتدت اليوم على كل القيادات الحوثية، عملت تصفية تامة لكل الحراسات التي كانت تعرف قصر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قامت تصفية على كل حراسات مسجد جامع صالح في صنعاء، قامت بتصفية أعداد كبيرة في المؤتمر الشعبي العام. هناك أعداد لا تزال مخفية وأرقام خافية لم تظهر من البيان لشخصيات كانت موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. هناك أعمال قمعية وانتقامية تحاك الآن في صنعاء دون أن يحرك حتى المجتمع الدولي ساكنة. طيب المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، السعودية اليوم تقف على رأس التحالف العربي، ما الذي يمكن فعله من قبل السعودية من قبل المملكة العربية السعودية؟ السعودية يعني لا زالت تبذل جهودها سواء في دعم التحالف أو في المجتمعات الدولية وتنادي بتدخل عاجل. قبل هذا الوقت طالبت من الأمم المتحدة أن تستلم الحديدة ورفضت الأمم المتحدة، قبل ذلك طلبت استلام مطار صنعاء ورفضت الأمم المتحدة. ليس هناك أي تعاون دولي لا مع السعودية ولا مع التحالف ولا مع المجتمع اليمني في الداخل. هناك كما أسلمت لك غض طرف عن كل ما يحدث في اليمن، ولتترك السفينة بما فيها تتلاطم بين أمواج البحار. أشكرك جزيلا أستاذ سلمان عسكر مدير مركز المعلومات في صحيفة الوطن السعودية، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفي الأستاذ نبيل من القاهرة. أستاذ نبيل، وزارة حقوق الإنسان ما الذي يمكن أن تقدمه في هذه المرحلة على صعيد الانتصار لحقوق المختطفين والأسرى وكذلك جرائم الحرب المختلفة في اليمن والتي تقوم بها الميليشيا؟
نحن نعمل في 3 مسارات متوازية أخي العزيز. المسار الأول هو رصد وتوثيق كل هذه الجرائم. المسار الثاني التواصل الكامل مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتفعيل حالة مجتمعية داخليا وكمجتمع مدني وكمنظمات دولية للقيام بأدوار تساعد في تخفيف المعاناة عن المواطنين في المناطق في منطقة في أمانة العاصمة وتخوم العاصمة أيضا. المسار الثالث هو التواصل مع الهيئات الدولية لإصدار قرارات دولية أو أفعال دولية تعمل من أجل الضغط على هذه الميليشيات أو لنقل تحديدا الضغط على إيران، لأن هؤلاء ليس لهم واجهة تستطيع من خلالها أن تضغط عليهم إلا عن طريق أسيادهم في إيران الذين هم يحركونهم سواء في اتجاه القتل أو في اتجاه تخفيف حدة الأعمال التي يقومون بها. طيب، هناك بعض الأصوات الآن تدعو لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية بعد هذه التطورات الأخيرة في صنعاء. إلى أي حد يمكن يعني من خلال توثيق ما يحدث، وهل هناك إمكانية لتوثيقه للدفع نحو هذا التوجه؟ هل هناك إمكانية لذلك؟ كان لنا بالأمس اجتماع كبير في الجامعة العربية على مستوى مجلس الجامعة، وكان بالمقابل هناك اجتماع آخر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان لجنة الميثاق العربي. كانت هذه الاجتماعات قد يعني في الاجتماع الرئاسي للجامعة في مجلس الجامعة أعلن الأمين العام للجامعة العربية بأنه يدعو أن تتخذ كل الهيئات الدولية قرارا بإدراج مسمى جماعة أنصار الله ضمن الجماعات الإرهابية التي لابد من استئصالها. وأعتقد أن التحرك الدبلوماسي في الفترة القادمة مع التحرك الحقوقي سيعملان بشكل كبير على تنفيذ هذا القرار الصادر عن الجامعة العربية ليكون قرارا دوليا، وتصبح هذه الجماعة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية التي يعمل العالم بأسره على استئصالها. لا، لكن تصنيفها كجماعة إرهابية ألا يسقط أي فرص وأي حظوظ لأي تسوية سياسية؟ ونحن نشاهد الموقف الأخير لمجلس الأمن يدعو لاستئناف المفاوضات بعدما حدث من تطورات وإجرام ربما بحق أفراد وأجزاء من جزء من الشعب في صنعاء. أعتقد بناء على كل ما حدث في صنعاء في اليومين الماضيين من أعمال إجرامية، أعتقد أن التصنيف الإرهابي في لهذه الجماعة سيكون أقل ما يمكن أن تقوم به الهيئات الدولية، لأن فعلا الأعمال الإجرامية التي تمت قامت بانتهاك كل المواثيق الدولية والأعراف الدولية، بل وانتهكت القانون الدولي الإنساني وما يسمى بقواعد الاشتباك الدولي، وقامت بعملية قتل أسرى وقتل مواطنين عاديين. كل هذه الأعمال ستجعل هذه الجماعة في حكم الجماعات الإرهابية، وبالتالي ستصبح ضمن ربما تدخل ضمن البند التاسع البند الثامن في مجلس الأمن، وهو ما يستدعي وقفة دولية كاملة للعمل على اكتشاف هذه الجماعة. أشكرك جزيلا نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة. في الختام إليكم تحيات طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد نبيل. في أمان الله.